باغي نبدا نوجد ونخدم الامتحان، ولكن تنحس براسي ماشي هو هذاك، عيان شويه وباقي لحد الان ما بديتش، وفي العجز باش نبدا. واش تعطلت؟ عادي جدا، كلنا تيطيحوا في بالنا هاد الاسئله وتيجيونا افكار سلبيه وتندخلوا في واحد مرحله الضغوطات، ولكن المهم هو كيفاش نحيد العجز، كيفاش نبدا نخدم، وكيفاش ندير بروغرام ونكمل عليه. هذا الشيء هو اللي غادي نتخرجوا به اليوم ان شاء الله من وراء هذا الفيديو. ليتس جو. باغي تخدم ولكن كتحس براسك عيان او مريض، ماشي هو هذاك، وكاين معاها شويه العجز. باش نكونوا واضحين، راه ماشي حتى كنكونوا موتيفي عاد كنوضوا نخدموا، راه ماشي حتى كنحسوا براسنا مرتاحين وترونكيل عاد كنبداو، وراه ماشي الا كنتي مريض ما تخدمش. الدوافع اللي تيحفزونا باش نخدموا حنا اللي تنصنعوهم. يقدر هذا الفيديو يموتيفيك دابا، ولكن راه حتى انت خاصك تبقى تموتيفي راسك وتبزز عليه. علاش لا، هو تنوهم راسنا باللي راه مريض والمورال ما كاينش، يعني حتى تولي صحيح وبصحه جيده ودماغك يقول لك نوض تقرا، واش كتخيل هكا دماغك شي نهار يقول لك راك مزيان نوض تخدم؟ جامي، غادي يبقى تيتبوحط عليك ومطلع عليك وانت متيق وكتسنى الموتيفاسيون. واخا تحس براسك مريض غير نوض تخدم، غادي تجيك صعيبه في الاول والمره الثانيه وحتى المره الثالثه، غادي تصبر 30 دقيقه بالحساب وغادي تيسر الامور. نصف ساعه الاولى هذه بززها على راسك وكملها، وان فوا غادي تسالي ديك نص ساعه غادي تلقى راسك شديت الطريق وغادي يقول لك دماغك كمال. بحال ليكزامبل ديال الا بغيتي تنوض تصلي الفجر في الوقت، واش غادي تسنى شي نهار دماغك يوصل الوقت ويقول لك نوض فلان راه الوقت هو هذا؟ لا صاحبي، غادي يقول لك نعاس صاحبي راك منعش مزيان، والبارح تكرفستي وتعذبتي كمل نعاسك. ولكن نهار كتاخذ العزيمه وكتنوض بزز منك المره الاولى الثانيه الثالثه، من بعد حتى كتولي كتفيق بلا ما تحتاج تعمر التليفون لا والو، وراه نفس الشيء ديما تفكر في شي حاجه باغا تخدمها وخاصك توجد نوض صاحبي ديك الساعه ديرها، ما تعطلش دير الاكسيون ديك الساعه وعاودها المره الثانيه والمره الثالثه واجي تشوف، غادي تيسر الامر والنتيجه غادي تولي جايه بوحديتها. وبما ان هذه الفتره ديال الامتحانات تقربوا وكتبغي الخدمه بزاف، فما فيها باس الا بقيتوا تاخذوا بعض المكملات الغذائيه بحال فيتامين سي مثلا، والفيتامين سي تيعاونك وتيعطيك واحد الطاقه وتيعاود ياكتيفيك. تبقى تاخذ منه واحد الكومبريمي مثلا، وبالاخص في الوقيته اللي تحس براسك مدقداق وعيان، ولكن ماشي تاخذه وتجلس هو غادي ينوضك من بلاصتك. نو، خاصك تكون جالس كتبريباري وحاط قدامك الماده اللي خدام فيها، عاد غادي تحس بالمفعول ديالو. وبالنسبه للبلينان ديال الخدمه في هذه الايام اللي بقات لكم، سواء كنتي ديجا بادي ولا يلا غادي تبدا، فغادي نقترح عليكم تشوفوا هاد ثلاثه الفيديوهات. هذا غادي تتعلم منه شحال من ساعه خاصك تعطي الماده الا بغيتي تفاليديها، وهذا في البروغرام ديال النهار ديالك من اللي تفيق في الصباح حتى لاخر اليوم ديالك. وهاد الفيديو الاخير فيه شكون اللي حسن، واش خدم ماده وحده ولا خاصك تخدم اكثر من ماده في النهار. See you next time.